ولما حطتنا مع ضيوفنا راح نبدأها مع الموسيقى وأنشطة المعهد العالي اللي عم تجرى داخل أروقته، امتحانات القبول، أجواء الامتحانات وسوية الاختبارات والطلب المتقدمين وغيرها من الأمور راح تكون محور نقاشنا مع الأستاذ أندري معلولي عميد المعهد العالي للموسيقى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيك. الخير كل يسعد ألف صباحك صباح مايسترو، الخير أهلا أهلا وسهلا فيك فيك. وأهلا. يعني مع أنه عم نحكي عن امتحانات القبول فخلينا شوي تحطنا بهي الأجواء، وكيف كانت سوية الامتحانات والطلاب؟ الحقيقة نحن كل سنة كمؤسسة تعليمية تعنى باستقبال الكوادر الموسيقية المثقفة العالية الجودة لصناعة فنانين سوريين مسؤولين بالموهبة مضاف إليها العلم. دائما عندنا الخط البياني اللي نحن بنشتغل عليه كمؤسسة تعليمية، قديش نحن قدرانين نستوعب طلاب بسوية عالية، شو هيدي السوية اللي لازم نحن نوصل لها نعم لحتى نقدر خلال 5 سنين دراسة نصقل هذه اللي نحولها لموهبة أكاديمية علمية سورية نفتخر فيها في سوريا وفي كل أنحاء العالم. لهالسبب نحن بنضع معايير، هالمعايير بنشتغل عليها ضمن التطور اللي هو بيواكب التطور ضمن المعاهد الموسيقية العليا إن كان في الوطن العربي أو في العالم. لهالسبب السنة كان عندنا الامتحانات مقسومة لشقين. بالبداية كان في الامتحان الشق النظري اللي هي دراسة النوتة، وهذا كتير موضوع مهم وكان هو الفحص الأول، لأنه دراسة النوتة هي الأساس في العملية التعليمية. المعهد العالي للموسيقى اليوم ما بيشتغل على أنه يخرج عازف عود أو عازف كمان أو عازف، هذا أي إنسان اليوم فيه ياخذ دروس ويصير عازف ضمن إمكانيات محددة، ضمن الإمكانيات اللي هو بيملكها وضمن الإمكانيات اللي يدرس فيها. إنما اليوم المعهد العالي معني تماما بإخراج موسيقي يتقن علوم الهارموني، الانسجام الموسيقي، التأليف الموسيقي، التوزيع الأوركسترالي إلى آخره. لذلك بحاجة لبعض المعلومات النظرية اللي بدها تخوله ليكون في ضمن هذا الصفوف في هذا المعهد. لسبب عملنا نحن الامتحان الأول امتحان قراءة النوتة اللي هو السولفيج، يلي نجح من هذا الامتحان تقدم لامتحان الاختصاص اللي ممكن واحد يجي اختصاص غناء او اختصاص كمان او في بيانو او لجنة الى اخره. قبول؟ طبعا لجنه القبول في عندنا لجنتين، اللجنه الاولى كانت للجنه السولفيج واللجنه الثانيه بتكون لجنه امتحان القبول، يلي ربح يلي نجحوا بامتحان السولفيج بيتقدموا على فحص الاله. اللجنه طبعا من رؤساء الاقسام اضافه لممثلين من وزاره الثقافه واتحاد الطلبه لحتى يكون الامتحان يعني كثير نوعي والاختيارات ضرورية جدا، لأنه المعهد العالي يعني بالفعل نحن اليوم عم نحافظ على السوية العلمية وعلى الاحترام الكامل لهذه الشهادة التي تمنح للطالب، وهذه الشهادة معترف عليها في كل أنحاء العالم، لأنه السوية اللي عم تتخرج من المعهد العالي سوية عالية جدا، وهذا الشيء بدل عليه الأسماء الموسيقيين السوريين الموجودين حول العالم والمراكز اللي تبوأوها خلال عملهم. يعني نعم، يعني عم نحكي على أيضا مو بس الموهبة لدى الشباب السوري، أيضا صقلة بالشيء تماما الأكاديمي تماما، والمعلومات الموسيقية النظرية اللي بتساعدهم على النجاح بالمستقبل. لأنه أهم شيء يعني وجود المعايير، يعني لما نحن بنضع معايير للعمل فنحن عملنا بيكون واصل لهدف معين. نعم، خلينا نحكي لك عن شروط القبول لأي متقدم لطبعا امتحانات القبول بالمعهد العالي، وهل في خطة دراسية جديدة لعام 2018 في حال تم نجاح الطلاب؟ شو الجديد اللي ممكن أنه يطرأ على طبعا سوية التعليم أو الاختبارات القادمة أو منهاجهم؟ نحن اليوم عم يكون في عنا خطة دراسية، خطة درسية بتشمل 5 سنوات الدراسة. المعهد العالي للموسيقى هو 5 سنوات دراسي، عم نحط في خطة للسنة الأولى، واللي كل عام في خطة في مواد، هالمواد هاي قابلة للتعديل أحيانا، قابلة لأنه تتوسع حسب الحاجة حسب الإمكانيات حسب رفع مستويات المعهد. دائما نحن في نقاش بالمجلس بيكون بنهاية العام الدراسي وبداية عام دراسي، قديش نحن فينا نرفع المستوى، قديش فينا نوسع، قديش فينا نفتح اختصاصات جديدة، كله هذا ضمن الدراسة اللي نحن
بشكل دوري من أنفية. بالنسبة لشروط القبول في المعهد العالي، خليني أبلش بنقطة نقطة. اليوم الطالب بتقدم للمعهد حاصل على الشهادة الثانوية بكافة فروعها. شرط يكون عم يعزف على آلة معينة. أكيد طبعا اليوم المعهد مو مكان ليدرب هواة، تمام؟ نعم كثير هذا نحن بندقق عليه. المعهد العالي هو معهد أكاديمي، اليوم نحن بناخذ موسيقي لحتى نصنع منه محترف، لنصنع موسيقي سوري محترف مسؤول بالموهبة بالإمكانيات العملية، إضافة له الإمكانيات العلمية من كل العلوم الموسيقية حتى من تاريخ الموسيقى. واليوم برجع بأكد من خلال هذه الشاشة الكريمة قديش مهم جدا نفتخر نحن في سوريا أنه المعهد العالي للموسيقى في دمشق هو الوحيد في العالم المخرج منه يتقن علوم الموسيقى العربية والعالمية بآن واحد. يعني هذا الشيء نحن بنتميز عليه بسوريا، لأنه بأوروبا طبعا الموسيقى الكلاسيكية بيدرسوا الموسيقى الكلاسيكية، موسيقى الجاز إلى آخره. بالدول العربية مقسوم هذا الاختصاص، فنحن بسوريا مدموج، يعني الموسيقي بيطلع موسيقي متكامل وكتير مميز. واليوم نحن كموسيقيين سوريين لو كنا عم ندرس الموسيقى الغربية، لما أنا هلأ كموسيقي سوري بدي أكتب موسيقى أو ألف موسيقى، بدها تطلع عندي الروح الشرقية أو الروح العربية الموجودة ضمن موسيقتي اللي أنا بدي أكتبها. وهذا السبب اليوم عازف البيانو بيدرس مقامات الشرقية، إضافة لأنه عازف العود بيدرس التوزيع الأوركسترالي، بيدرس الهارموني، بيدرس الأمور بالموسيقى الكلاسيكية. وهذا اللي خلانا في سوريا نتميز بأنه إسقاط علوم الموسيقى العالمية على موسيقتنا العربية خلانا نطورها، يكون عندنا موسيقى سورية مميزة، صار في عندنا أوركسترا للموسيقى العربية، صارت الموسيقى السورية تكتب بقالب سيمفوني. وهذا الشيء بيقدر يسمح لنا الطريق بأنه نحن نكون سفراء أو ننقل رسالة سورية للعالم كله. يعني أي أوركسترا في العالم فيها تعزف لحن سوري مكتوب بطريقة صحيحة. هذا مهمة المعهد. فلهالسبب نحن لما بنقبل الطالب بيكون في عندنا حد أدنى من السوية الفنية يلي نحن واضعينه ضمن المعايير تبعنا لنقدر نشتغل عليه 5 سنوات ويتحول لموسيقي أكاديمي محترف. هذا الأساس. اليوم طبعا الشهادة الثانوية بدها تكون موجودة، فحص القبول الأول والثاني هو الأساس لقبوله في المعهد. وطبعا يعني بعتقد كتير مهم اليوم الحفاظ على هيدي السوية واختيار الأشخاص بدقة. طبعا الامتحانات كلها مصورة على الفيديو، لجنة من أعلى المستويات الموجودة الموسيقيين الموجودين في سوريا واللي نحن بنفتخر فيهم، وأنا بفتخر شخصيا أنه عم بشتغل معهم كفريق عمل كمجلس معهد لإدارة هذه المؤسسة اللي نحن ربينا فيها منذ نشأتها، وعم نحاول كلياتنا بالفعل الحفاظ على هذا المستوى، الحفاظ على اسم الموسيقيين السوريين ومكانتهم دولياً وعربياً ودولياً ومحلياً. نعم، يعني مايسترو حكينا عن المعايير يلي ممكن المعهد يطلبها لجميع الطلاب المتقدمين والمستوى فعلاً لازم يكون مميز لحتى يكونوا بالمستقبل شيء قادر يمكن ينافس جميع الموسيقيين بجميع أكيد. أنحاء هذا العالم. هدفنا. لكن إذا بدنا نخصص هي المرحلة يلي عم تعيشها سوريا اللي هي 7 سنوات من الحرب، بتشوف أنه في معايير إضافية ممكن تنضاف؟ بتشوف أنه فعلاً ممكن نحن ندور على شيء معين بهدول الطلاب أو نحن نضيف لهم على مناهجهم، مناهج التدريب، شيء زيادة عن اللي كان موجود قبل الحرب؟ أكيد. نحن اليوم قلت لك نحن اليوم التطور العالمي هذا كتير مهم. اليوم نحن كمؤسسة أو كجامعة ما المفروض أنه نكون بس قاعدين نحن بزاوية واحدة ما عم نشوف شو عم يصير حوالينا. نعم. فكتير ضروري اليوم دايما أنه نضلنا عم نبحث عن شو ناقصنا. اليوم بس ندعي الكمال فبنفشل، دائما ناقصنا ودائما عندنا امكانيات لحتى نتوسع ونفتتح امور اخرى. هلا احد الشغلات اللي بلشنا فيها في المعهد العالي وكنت في زياره الى لبنان، لانه عم بنحاول هلا نعمل بعض الاتفاقيات مع جامعات نقدر ندعم المشهد الثقافي الموسيقي تحديدا من خلال أساتذة، تبادل أساتذة، تبادل خبرات، تبادل نعم. طلاب، وضمن الجمعية العلمية للمعاهد العليا للموسيقى في الوطن العربي اللي أنا حاليا عضو اللجنة التنفيذية فيها ممثل عن سوريا. طبعا
احد الاشياء اللي هلا بلشنا نشتغل فيها موضوع البحث العلمي. موضوع البحث العلمي في الموسيقى ما كنا عم نفكر فيه سابقا، كان دائما المعهد العالي عم يشتغل على تخريج كوادر تقنيه بشكل مستويه عاليه جدا. هلا بلشنا نتجه عم يصير في بوادر، نفتتح قسم للبحث العلمي، عم بتجهز هلا الخطه كلياتها لرفع على السيد وزير الثقافه لاخذ موافقته في افتتاح قسم للبحث العلمي. طبعا البحث العلمي لما بدنا نفتحه بده يكون في عندنا مقومات لوجود هذا البحث، كوادر تدريسيه قادره على تدريس هذه المواد، شو المناهج تبع البحث العلمي، كيف طريقه وضع اسس البحث العلمي. فوضعنا مثلا بال 2018 للسنه الدراسيه 2017 2018 اللي رح تبتدي ب 1/10 ماده لنبلش نعود الطلاب على اسس البحث العلمي، لحتى يصير شوي شوي نقدر يكون في عنا باحثين في مجال الموسيقى، باحثين في مجال الموسيقى السورية، في مجال الموسيقى التقليدية تخصصي يعني هذا الشيء اللي احنا كتير بحاجته لنقاد موسيقيين. يعني اليوم احنا بنسمع عمل موسيقي بدنا ننقده، مو بنقول حلو ما حلو او اذا كان واحد بيحبنا او بيكرهنا، يعني النقد بده يكون مبني على اسس. هالامور كلياتها هي بحاجة لدراسة معمقة فيما يخص مجال البحث العلمي، اللي انا هلا حاليا عم بشتغل على ايجاد سبل تاسيسه، قواعده، الامور اللي لازم تتجه فيها بالتعاون مع بعض الكليات الموسيقيه اللي ابدت استعداد في التعاون معنا بلبنان يعني. طيب خلينا نحكي لك، انا كل طالب عنده موهبه موسيقيه وبيحب يتقدم على المعهد العالي للموسيقى 5 سنين من الدراسه، لكن بعد هالخمس سنين هل هناك فرص عمل للموسيقيين الشباب الاكاديميين؟ شو هي فرصهم على ارض الواقع بالعمل، وهل ممكن تاخذوهم على الاوركسترا، ممكن انه تصنفوهم حسب كل حدا شو هو موهوب فيه؟ الحقيقة هذا دائما نحن الهاجس تبع انه فرص العمل، وانا بسمعها كنت كثير من كنت حتى من يعني من قبل ما اكون بسلك العمادة او شيء نحكي عن فرص العمل. انا بلاحظ من تجربتي الشخصية وتجربة زملائي اللي عم شوفوني، يعني فرص العمل اليوم اكيد موجودة لكل انسان متميز. نعم يعني كمان اليوم ما فينا نقول انه نحن والله شلون ما كان كيف ما كان ناخده ونحكي في خطوات، طبعا اليوم في تميز. اليوم الانسان المتميز خطواته مدروسة وثابتة وفرص عمله موجودة ومحضرة. نعم. بس ما فينا نقول انه نحن والله شلون ما كان والله كل العالم او نعمل انه والله كل العالم بدهم يروحوا بهذا المجال ممكن يفشل. فنحن اليوم بالموسيقى في تميز وفي عنا كل السبل اللي موفرينا لطلابنا لحتى يبدعوا ويتميزوا، من العدد اللي هو بيكون عدد قليل محدود لحتى نشتغل عليهم بشكل كتير مسقول، ونفس الوقت المكان الامكانيات كلها متوفره لحتى نحن نقدم افضل ما عنا. وبين قوسين برجع بقول اليوم ما عم برجع اعمل حياه افلاطونيه، نحن عم نشتغل وعم نقدم ضمن الامكانيات المتوفره فينا، بس ضمن الامكانيات المتوفره عم نعمل اعظم ما يمكن وعم نستغلها بطريقه كثير كبيره. وهذا الشيء اللي نحن عم نشوفه لما عم نجتمع مع جامعات أخرى بلقاءات كذا، عم نشوف قديش مستوانا متميز رغم الإمكانيات يلي نحنا متوفرة، قد تكون محدودة قد تكون جيدة إلى آخره، بس نحنا عم نقدر نستغلها بشكل كامل. هلأ الفرص العمل أكيد موجودة، الأوركسترا السيمفونية مفتوح أبوابها لاستقبال كل الخريجين المتميزين، الفرقة الموسيقى العربية كمان جاهزة لاستقبال. اليوم المشاريع الخاصة اللي عم تتمول واللي عم تندعم للإبداعات السورية كمان موجودة، بس طبعا اليوم بحاجة لأشخاص يكونوا عندهم إمكانيات عالية وعندهم القدرة على توصيل مستوى الفن أو الموسيقي السوري إلى المكان الذي يليق به. نعم. يعني مايسترو بنتمنى نحن اكيد التوفيق لجميع الطلاب، مثل ما قال دائما الموسيقي السوري هو الشخص المميز، الموسيقي المميز وين ما كان. بالنهايه بدنا نعرف من حضرتك شو محضر لنا على المستوى الشخصي، يعني على مستوى الاعمال الموسيقيه. الحقيقه هلا نحن بصدد بدايه الموسم الموسيقي، انا رح اكون عندي شخصيا حفل بقياده الفرقه السيمفونيه السوريه في شهر 11 مع الموسيقي العازف البيانو العالمي غزوان زركلي،
هي عام الأولى هلا، يعني لسه ما لم يعلن عنها كاملا، وإنما هلا احنا سكو بعدنا التحضيرات يعني. أكيد طبعا التحضيرات قائمة هلا بيني وبين الدكتور غزوان. رح يجي على سوريا بشهر 11 ورح نقدم حفل كونشيرتو للبيانو مع الأوركسترا، وبيعزفوا بقيادتي للأوركسترا في دار الأوبرا خلال شهر تشرين الثاني. يعني نعم أكيد هذا نحن ناطرين أول جديد، حضرتك. بعدين ما بنعرف شو أكيد يصير يعني. أكيد ناطرين حضرتك شكرا مايسترو، يعني نورتنا اليوم شكرا بصباحنا جزيلا، وأول ضيوفنا، بدنا نشكرك تسلم. كثير وبنرجع شكرا لجميع المشاهدين الإخبارية السورية وإلكم دائما، لأنه فعلا القناة الإخبارية عم تتابع المعهد بشكل دائم وتسلط الضوء على هذه البقعة المضيئة اللي كتير مهمة، لأنه بالموسيقى نحن بنقدر ننقل رسائل كتير مهمة للعالم، رسائل الحب والسلام، وكل الرسائل اللي هي مبنية، الشخصية السورية مبنية على أساسها. نحن بلد عنا حضارة وعنا إمكانيات كتير مهمة، بتخيل ضروري نسلط الضوء على طبعا هالشباب هدول. اكيد ماسترو نورتنا، شكرا وبما انك عم جزيلا، تحكي انه الموسيقى هي يمكن سفير السلام أكيد بالعالم وغذاء أكيد الروح، كان امبارح كمان عيد السلام صح العالمي، بنعيد كل العالم نقول أكيد. بسوريا نخلق السلام عبر الموسيقى والحضارات والثقافة. شكرا شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك ماسترو.